حدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقه عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم